السلام عليكم ورحمة الله. احنا هنا في قناة رشا ونباتاتها، هنهتم ان شاء الله بالنباتات اللي بتتزرع جوه البيت وازاي نعتني بيها، وايه اللي ممكن يكون جوه البيت وايه اللي ممكن يكون بره البيت، وطريقة اكسار النبات ومواعيد الري وامتى بيظهر وكل حاجة هنعرفها عن النبات. النهاردة اخترنا نبات جميل وهو نبات الكلانشو. الكلانشو من العصريات، دائم الخضرة، وهو بيعتبر من العصريات بسبب أوراقه اللحمية. أوراقه اللحمية اللي هي بتكون مخزنة المية جواها زي كده، علشان كده احنا بنسميها عصرية. لما تمسكي الورقة هتلاقيها مخزنة المية فيها، لذلك بتسمى بالعصريات. كمان بيتميز نبات الكلانشو بطول فترة التزهير. يعني ايه؟ يعني الزهور دي بتقعد عليه مدة، مش زي اي نبات تاني الزهرة بتقع بعد 4 ايام، بعد 5 ايام، بعد اسبوع بالكتير. لا، نبات الكلانشو الزهرة بتقعد عليه مدة. نبات الكلانشو لما تيجي الزهرة دي تنشف وتجف، في ساق هنا، الساق دي هي اللي بتحمل الزهرة فوق. لما النبات الزهرة بتاعته تنشف يجب قطع الساق دي. ليه نقطعها؟ هنقطعها مثلا لغاية هنا، هنقطعها. انا مش عارفة الفيديو واضح ولا لا، بس هنقطعها لغاية هنا ونسيب الورقة لا، علشان خاطر لما يجي يزهر تاني يدينا زهور كثيفة. هنا يمكن دي تبقى اوضح شوية. دي الساق، اهي الساق اللي شايلة الزهر، اللي شايلة الزهر. اما الورد ده يدبل وينشف هنقطع من هنا، هنقطع من هنا. تمام، اتفقنا ان الزهور بتاعته بتقعد مدة طويلة وده سر جماله. طريقة اكسار نبات الكلانشو، بيتكاثر بالورقة وبيتكاثر بالعقلة. بيتكاثر بالورقة وبيتكاثر بالعقلة. عايزة اوري حضراتكم ازاي بنقطع عقلة وازاي بنقطع ورقة ونخليها تتكاثر. هنا اهو ورقة، الورقة ما اقطعهاش من هنا، الورقة لما اجي اقطعها اقطعها من جوه، اقطع الورقة من جوه من عند الساق كده كده. واضحة؟ وكل اللي بعمله بحطها كده في التربة، وازقي التربة. نبات الكلانشو من النباتات اللي بتحتاجش مية كتيرة. وقعت. بس عيب الاكسار بالورقة ان هياخد مدة طويلة. يعني ده كده هيقعد مثلا 3 شهور ويمكن 4 شهور على بالة ما يطلع لنا ساق، والساق تطلع اوراق، فبيغيب جدا. علشان كده احنا مش بنفضل الطريقة دي، وبنفضل طريقة الاكسار.
عن طريق العقلة. وهوري حضراتكم ازاي هناخد عقلة. هناخد عقلة من هنا. يمنى يا رضوى اهي ادي العقلة اللي احنا خدناها. هنشيل الورقة دي ودي ودي ودي، وهنشيل كمان الساق المزهر اللي احنا قلنا عليه. قلت لكم نشيل الساق اللي شايلة الظهر ونغرزها، بس مش هنعمل حاجة تانية غير ان احنا نعمل كده، نغرزها في التربة ونسقيها بالمية. ونسقيها مية كده. تمام كده بقى عندي نبتة جديدة من نبات الكلانشو. كده بتفتحي فيديو. اما الاوراق اللي احنا قطعناها مش هنرميها طبعا، هنحطها في القصيص التاني اللي احنا هنزرع فيه الكلانشو عن طريق الورقة. دي الاوراق اهي اللي احنا ايه قصيناها. تمام ودي الزهرة اللي احنا قصينا الساق بتاعها علشان النبات يقدر يدينا مجموع خضري ويزهر في الوقت بتاعه. نبات الكلانشو من النباتات اللي بتزهر في الشتاء. وكده عملنا اكسار للكلانشو عن طريق العقلة اهي، وهنا عن طريق الورقة. وكده اصبح عندنا نباتين جداد. نصيحة، الافضل ان احنا نكتب عليها تاريخ، يعني نحط ستيكرز ونحط عليها تاريخ، لان الاكسار عن طريق الورقة بيغيب. فعشان حضراتكم تعرفوا انت عملتيها امتى وما تقلقيش وتيجي مثلا بعد شهر ولا حاجة تقولي ما طلعش فانا ارميه. لا، سيبيه زي ما هو كده، هو في القصيص، وهو هيطلع لنا نبات جديد تاني. وكده يبقى عندنا كلانشو جديد. اشوفكم على خير. ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك وشير علشان نقدر نوصل لحضراتكم وقت ما ننزل فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.